أهم حاجة في الطفاية مراجعة عداد الضغط بين فترة وفترة، لازم يكون على الأخضر. في الطفاية قفل الأمان، قفل الأمان علشان نفتحه لازم نسحبه بهذه الطريقة، وكذا بتكون الطفاية جاهزة للاستخدام. استخدامنا للطفاية لابد أن تكون في مسافة بين الطفاية وبين النار، وهذا لسلامتكم. الاستخدامات متعددة، قد تكون داخلية أو خارجية، وكلها بتكون متناسبة مع الطفاية. نتمنى لكم السلامة.